السلام عليكم شباب قناة مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعة تمارين لشد ترهلات البطن بعد الولادة. قبل اي حاجه سمحنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الكره توصلكم كل فيديوهات جديده كل برنامج بتاع الفيديو. من قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض بقيه التمرين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي انا هعرضهم عليكم ان شاء الله في فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على شد ترهلات البطن بعد الولاده الطبيعيه او الولاده القيصريه. وكمان عايز اقول لكم ان انتوا لو ولدتين ولاده طبيعيه انصحكم انكم تعملوا التمارين دي بعد مرور 4 شهور. طيب لو ولاده قيصريه انصحكم انكم تعملوا التمارين دي بعد مرور 6 شهور. طيب يبقى ولاده طبيعيه بعد مرور 4 شهور، لو ولاده قيصريه بعد مرور 6 شهور. حلو قوي. التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض بيعتبر من اكتر التمارين اللي بتساعد وبتساهم بشكل كبير جدا على شد البطن بعد الولاده الطبيعيه او القيصريه. والتمرين ده برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. واحنا من التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنعمل مع بعض وحرت عليكم التمرين الثاني. برضو التمرين الثاني محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده برضو مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا.
دلوقتي حاطط عليكم وهنعمل مع بعض التمرين التالت. التمرين التالت مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، وبرده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل تمرينتين مع بعض اربع مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. واخيرا حارت عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع برضه مختلف عن اول ثلاث تمارين احنا عملناهم مع بعض، وبرضه في نفس الوقت محتاج تركيز وهدوء في الاعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض اربع مجموعات في 15 عد. يلا بينا. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا عشان احنا بتاعتون. دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يرجع لك كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه في نفس الوقت ما تنسوش انكم تفرجوا على كل فيديوهات الفاتت عشان تفوتوا من. السلام عليكم.